ضمن احتفالات الأعياد الميلادية المجيدة لهذا العام، افتتح في مدينة بيت لحم سوق الميلاد في شارع النجمة وسط المدينة، وهو الشارع التاريخي الذي يمر عبره موكب البطاركة وصولاً إلى ساحة المهد، حيث تستمر فعاليات هذا السوق لمدة 10 أيام. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. في أجواء ميلادية تشهدها مدينة بيت لحم، تم افتتاح السوق الميلادي السنوي 21 وسط المدينة، وبالتحديد في شارع النجمة التاريخي، وهو أحد مواقع التراث العالمي من حيث البنيان التراثية القديمة والأقواس والبيوت، والتي تحكي من خلال حجارتها قصة بيت لحم القديمة، حيث جاء هذا السوق في هذا الشارع بالتحديد من أجل الترويج للمكان من حيث الأهمية وتعزيز الاقتصادي لدى السكان. وأكد رئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان بأن إقامة هذا السوق في هذه الأحياء تمثلت بتجهيز ومساعدة من البلدية، والذي احتوى على محلات وأكشاك ومنتجات مختلفة من حلويات ومأكولات ومطرزات وخزف وحرف يدوية تخص الأعياد الميلادية المجيدة. جينا تنشعر بزمان صارنا ما حسينا بشعور الميلاد ببيت لحم، وإنه في ناس في عجقة العيد. زينة الميلاد كتير كتير حلوة، بتذكرنا بوجودنا هون وإحنا أطفال. حلو تشوف الناس مجمعين موجودين كلهم، إن شاء الله كل سنة والكل بألف خير. حلو نشوف الناس عم بتحاول شوي تترزق، حلو هالدكاكين والإشياء اللي عاملينها، وإن شاء الله كل سنة. وحبينا هاي السنة نشارك في سوق الميلاد، نحيي شارع النجمة ونرجع الأجواء لهذه البلد مدينة السلام، ونتمنى السلام والخير يرجع لبلدنا، وكل عام وانتم بألف خير. يعني كل عام وانتم بخير جميعا. هاي السنة سنة مختلفة كليا، هاي تاني سنة بنعمل بيت سانتا، دايما بنحاول نتميز بالإشي اللي بنعمله للأطفال عشان يشعروا بالإنه عن جد داخلين على بيت سانتا، من توقيع، من لبس، من زينة، كل حدا بدخل بيكون مبسوط بالبيت. شكرا لكل حدا بيزورنا، يعني بحب اي حدا يجي يزورنا، خاصه احنا بمدينه السلام مدينه بيت لحم، ولازم يكون في بيت سانتا باهم مدينه بيت لحم. كل عام وانتم بالف خير. الحقيقه اجواء كتير حلوه وفرحه اكيد للاولاد اللي انحرموا بالسنتين الاخرانيات من جو الكورونا، وبتخيل انه فيش احلى من جو العيد، جو بجنن وبدخل الفرحه، الاولاد مبسوطين كتير كتير. شكرا لكم. كما احتوى السوق على عدة فعاليات ونشاطات، منها مسيرة بابا نويل وتراتيل وأغان وفرق موسيقية ومهرجين، وعدة فقرات حملت وتحمل في طياتها رسالة مولد يسوع له المجد. هذه هي بيت لحم، هذه هي مدينة السلام، هذه هي مولد ملك المجد. وبرغم كل الصعوبات وكل المعاناة التي شهدتها بيت لحم، وخصوصاً أنها أول المدن التي تضررت من جائحة الكورونا، إلا أن التحضيرات لمجيء رسول المحبة والسلام تعطي البسمة والتفاؤل والفرح والبهجة على وجوه الأطفال والأهالي في مدينة بيت لحم. لنورسات مارلين الحدوى من شارع النجمة والأحياء القديمة بيت لحم.